واختبار وقف امتحان إلهي. إلهي مركا سبحانه وتعالى آدمه مرك أبوري قوانين إلهي أسودجي وكبقي بشر مسلم إيا قالبة وحاكم له الابتلاء الامتحان الفتنة إلا إس فتنيو إلا إس امتحان ودرجوين كل دون له سدى أي مكشي كان دون امتحان كآدمه حق إلهي وكلا كل ما يو انت أولول يا قال يا مسلم به فاسق يا عابد به ولبا امتحان مر خير كان لو امتحان مر شر أي لو امتحان إلهي وحلي سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم وانا ذي الامتحان بإلهي اختبار ما انا ذي الامتحان بيقول بالشر شر وانا ذي الامتحان بيقول عذر قاجو علاط نع نعيب قح انجك روكا انجك عركو إلهي السماد سبحانه وتعالى علاط وشر ونبلوكم بالشر شر والدك امتحان بيوري والخير خير والدك امتحان برواق عافمات للن يرو حولو أبط دقناشو علمي افتهنمو انت بوا خير إنك وحا سدد بن إنه يجرى امتحانك إنه يهيئون وحاهم وواحد هي بالو بكاء امتحان باكون ما قبل ولا صح هي بالو بات كيف كان انت حال لي ذا امتحان بكون كجرا لكن هي بالو اللون من عيوب الرواق وكجرا وعافمات قبايا وعندنا يرو دبر كيس وأذق يهيو ورد مسجد امتحان بكاس وما هي صنو لكن لا يحيون اللي يهي لا بد بوا انك امتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنة لا بد بوا انك امتحان وإلينا ترجعون حق الله يوم القيامة لوض النقل إياه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوى آية فهمي حيري بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر وحن لو امتحان بير عريري يا أريك فنضل قاد النبي مركينا لو امتحان بير برواق يا خيراتك وأضل قاد ويني عمر بكى آية داس وفهموه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون عمر رضي الله عنه لبضب وفهمه خير كان إلى سكون امتحانه وفهمي شر كان إلى سكون امتحانه وفهمي أنواع ذا أوليها امتحان كشرق شرق ولا سكون امتحانه وحا أوليها أنواع يدرجوي إلهي محلي سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بالله ولنذكر امتحامي أوان ذكر امتحامي بشيء إن يرأوك من الخوف عبسي والجوع قاجو ونقص من الأموال حولهن عليل ذنك قليو والأنفس نفها أبجعشهن إن كم إذا قبطو والثمرات مرهن عليل ذنك قليو شن تاسب وأنواع الشر وندك امتحان بيول وبشر الصابرين شن تا نوع امتحان كاه عدة أي كل عدة دول قادة وبشر الصابرين وبشاري دول كصبر كي دول قادة كله الذين إذا أصابتهم مصيبة قوة مركي مصيبة هاليشو إسلام مركا لسو بوذي إلى هذا إنا لله إلهي بان له وإنا إليه راجعون إساقان المقود إلهي وأمان وخير أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قوة دعو حق الله يا الرحمة يا النحاريس حق الله كتمن أيا كركود الدكتي وأولئك هم المهتدون قوة سانة قوة هانوني إذن دلقات كاس يا الصبر كاس dhibaatada inta leeg ee qofka aadamaha ku dhacday qofkii kala hor yimaada sabr iyo dulqaad iyo adkaysi waxa ku dhacay amaan allah duco allah naxariis allah ay ilaahay saare subhanahu wa ta'ala waxyaabaha kale imtixaanka ilaahay quraanka inoogu sheegay ee qaanuunka ilaahay ah ziinatu dunya
quruxda adduunka lafteeda waa imtixaan. Innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa linabluwakum ayukum axsanu camala wainnaa lajaaciluuna maa calayha saciidan juruza. Innaa jacalnaa maa cala alardi, dhulkorkii wax saaran oo dhan waxaan ka dhigay, buu ilaahay yidhi, ziinatan lahaa, qurux dhulka aan ku qurxinayo ayaan idinka dhigay, buu yidhi Allah. Waanan idinku imtixaanayaa, ziinada dhulka dul saaran, ama ha noqoto ubad ama dumar ama dhabar ama dhaban ama adduun ama xoolo ama cilmi ama darajo ama fardo ama geel ama barwaaqo iyo dhul, wuxuu doono ha noqdo, waan idinku imtixaamayaa, waxaan idin imtixaamayaa, buu yidhi, ayukum axsanu camala, keeniba camalkiisu ka kale uu ka wanaagsan yahay, buu Allah subxaanahu wa tacaala.